مساء الخير. بمربعانية الصيف ببلش طول النهار، وب 22 حزيران تتساوى ساعات الليل والنهار، وبيوصل طول ساعات الشمس إلى 14 ساعة ودرجات الحرارة إلى أقصاها ونسبة الرطوبة أيضا، وبترجع برودة الطقس بأواخر شهر أيلول. بالعودة لطقسنا ربيعي مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وبيبدأ بالتقلب اعتبارا من مساء الجمعة مع تساقط بعض الأمطار بعدة مناطق خاصة البقاعية. الحرارة رجعت لمعدلاتها السنوية، رطوبة عادية، البحر متوسط الموج حرارة 123. الليلة طقسنا غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتكون ضباب كثيف على المرتفعات الجبلية. لبكرة الجمعة طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، واحتمال تساقط بعض الأمطار الرعدية بالمناطق الداخلية والجبلية، وبتستمر الأمطار للسبت. نسبة تساقط الأمطار بطرابلس من أيلول حتى اليوم 630 ملم، السنة الماضية 610 ملم، والمعدل العام السنوي 810 ملم. نبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 19، على المرتفعات 16، بالبقاع 13، والأرز 11. وجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجلها بكرة ببعض المناطق اللبنانية، 26 ببينو و 28 التل، 19 بشري والعقورة 21، فقرة 19 وعين سعادة 26، أرز الشوف 21 وعبرة 27، دير الزهراني 26، ورطوبة عم تتراوح بين 65 و85%، حرارة سطح الماء 23 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة، رياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون طقس لبكرة واليومين اللي جايين؟ ف 19-28، السبت 20-29، والأحد 20-30. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية، ومنبدأ مشوارنا من صنعاء 28، الرياض 39، الكويت 40، الجزائر 24، الرباط عم بيكون أدنها 13 أقصاها 19، مثل ما عم بتشوفوا في أدنها وأقصاها، باريس 14 أدنها أقصاها 24، روما 16 أدنها أقصاها 26، وأمطار بباريس، لندن ومدريد. هيدا كان كل شيء. باي.